مرحبا بحضراتكم والفقره الاخيره وزي ما نوهنا هنتكلم فيها عن الدوريات الاوروبيه وخلينا نرحب بضيفنا الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل. يعني كلام كتير جدا هيتقال في الدوريات الاوروبيه وفي حاجات غريبه بتحصل واحنا عايزين نفهم وسقوط يعني اسماء كبيره ونوادي كانت بتلعب كويس حالها اتبدل ونوادي ما كانتش بتلعب كويس حالها اتحسن. خلينا نبدا منين؟ ممكن نبدا من ليفربول امبارح يمكن خساره. انا عايزه اقول لك يعني انا محضره بعض المانشيتات العالميه مش بس محليا نتكلم عن هذه الخساره. لا حاجه يعني لو اقول لك مثلا يعني اللي بيتكلم ان خطا وهمي من محمد صلاح وداسان مثلا برضو اقرا معاك استاذ علي بيقول لك هي هجمه طبعا الجريده ألسن بيكر حارس مرمى ليفربول بعد الخساره وقال لك هو اللي تسبب اصلا في الخساره وفي الاهداف اللي حصلت بعد تعامله الخاطئ مع الكرات وغيره وغيره من المانشيتات اللي فيها يعني لزعه انتقاديه كبيره. شويه يمكن هي طبعا خساره مفاجاه ليفربول اول خساره الموسم ده في الدوري الانجليزي من ويست هام. طبعا فريق قوي يمكن دايما مباراه ويست هام وليفربول بتبقى دايما فيها نديه واثاره. هو امبارح فعلا أليسون ما كانش موفق وكان يستحق الانتقاد لانه امبارح سبب كبير في خساره ليفربول وطبعا غياب التوفيق برده عن بعض اللاعبين غياب طبعا فيرمينو عن تشكيله ليفربول هو عنصر اساسي في الفريق برده. محمد صلاح طبعا هو يعني نجم عالمي نجم بيقدم كل حاجه لليفربول احسن لاعب في الدوري الانجليزي احسن لاعب من وجهه نظري عالميا في العالم دلوقتي فاعتقد ان هو امبارح مش سبب خالص في الخساره يمكن هو فعلا غياب فيرمينو وبرده قوه ويست هام الخطه اللي لعبوا بيها تفكير المدرب مع طبعا اخطاء أليسون بيكر دي ساهمت امبارح في الخساره الاولى لليفربول في الموسم يعني. طب لو هنتكلم هنا برضو عن محمد صلاح تحديدا خلينا نكون برضو بنعرض وجهات النظر المختلفه احنا مش هنقول او هنقول راينا لا هو فعلا محمد صلاح ملوش علاقه بالخساره يعني الراجل عامل اللي عليه وزياده ولكن برضو جاله بعض الانتقادات امبارح قال لك لا هو برضو كان ليه دور وهو اللي ضيع مش عارف ايه يعني ليه التركيز او ليه اصلا اتقال كده عن محمد صلاح مع ان ما كانش مقصر ابدا يعني هو محمد صلاح كده كده يعني اكيد في اي ماتش ممكن يكون موفق ممكن ما يكونش موفق هو ممكن اخر ماتشين مثلا ما سجلش بس ده مش معنى كده ان محمد صلاح يعني لعيب مثلا يعني اثر في الخساره او كده لكن هو محمد صلاح كتير جدا بيصنع اهداف ليفربول كتير جدا بيسجل كتير بيقود فريقه لانتصارات مهمه في الدوري الانجليزي او حتى في دوري ابطال اوروبا يمكن حضرتك افضل هداف افريقي في تاريخ البريمير ليج صحيح. حاجه ما بتحصلش كتير محمد صلاح كسر كل الارقام القياسيه الممكنه والغير ممكنه في الدوري الانجليزي بالظبط ثالث احسن لاعب في العالم في الكره الذهبيه قبل كده ومرشح دلوقتي للكره الذهبيه فاعتقد محمد صلاح مش سبب في خساره ليفربول العكس هو النجم الاوحد في الدوري الانجليزي بالظبط كده ده اكيد ولكن بص برضو بعض الجمهور يعني مش هيخلي كلامهم من او مش هيخلوا كلامهم من الانتقادات على كل حال وده ممكن على فكره بيبقى حب في الاول وفي الاخر طبعا مش اكيد طيب لو احنا اتكلمنا عن الدوري الانجليزي كده انت بتشوف بقى يعني هو زي بتقولك على صفيح ساخن فيعني الوضع ايه دلوقتي؟ بعد مرور 11 جوله يمكن دلوقتي تشيلسي متصدر بعديه مانشستر سيتي وبعد كده ويست هام بعد كده ليفربول هو اعتقد ان المنافسه السنه دي هي ثلاثيه هتبقى بين تشيلسي والسيتي وليفربول وبنسبه اكبر انا من وجهه نظري ممكن اقول ان تشيلسي الاوفر حظا للفوز باللقب السنه دي تشيلسي فريق قوي جدا معاه مدرب قوي جدا الماني توخيل طبعا يعني مدرب من الاسماء اللي فرضت اسمها على الكره العالميه بطل دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت فاعتقد ان تشيلسي السنه دي هو والسيتي اقرب فريقين للفوز بالدوري الانجليزي طب لو رحنا انا عايزه هنتقل معاك لكذا دوري خلينا نروح للدوري الالماني والبايرن والموضوع كان محسوم من البدايه يعني كل الناس عارفه خلاص بايرن ميونخ هو البطل وما فيش منافس وفعلا ما فيش منافس يعني دي حقيقة. بس ده راجع ليه يعني بايرن ميونخ الدوري الالماني مش يعني مش سهل برضه هو مش سهل بس في نفس الوقت بايرن ميونخ هو فريق قوي يعني هو فريق هو فعلا مهيمن يعني بياخد مثلا الدوري 10 سنين ممكن يخسره مره لكن هو فريق فعلا هو اقوى فريق في الدوري الالماني هو صاحب الكره الالمانيه هو صاحب الانجازات الكبيره حتى في دوري ابطال اوروبا هو بايرن ميونخ فحتى الفرق دلوقتي مثلا 10 نقط او اكتر عن اللي بعديه في الترتيب المركز الثاني وهو اخر بطل اخر 7 سنين او 8 سنين ورا بعض فاعتقد ان الدوري الالماني محسوم من بدري هو بايرن ميونخ ما بيفكرش في الدوري الالماني هو بيفكر بقى في دوري ابطال دوري الابطال ده اكيد بنسبه كبيره هو برده دوري ابطال ماشي كويس متصدر مجموعته وبنسبه وتاهل كمان الدور المقبل فاعتقد ان بايرن ميونخ برده هو مركز على دوري ابطال اوروبا ليه ما نركزش احنا برده على بايرن ميونخ واسالك يعني ايه اللي عندهم من نقاط قوه هم عندهم لعيبه
تقال جدا، ولكن برضو في فرق تانية عندها لعيبة تقال لكن يعني ما احرزوش ما احرزوا بايرن ميونخ في، نتكلم يعني الدوري الالماني وعندهم حتى في الدوريات الخاصة بيهم، ده راجع لايه؟ بايرن ميونخ منظومة كبيرة رياضية من زمان، يعني هم مش بس فريق كورة، هم منظومة رياضية متكاملة، ناس بتتبع الأسس العلمية في التدريب، في اللعيبة، في الأجهزة الطبية، في كل حاجة، فهي منظومة متكاملة، هي منظومة نجاح، مش بس لعيبة، مش بس مدرب أو لعيبة، هي منظومة متكاملة رياضية ساهمت إن خلت الفريق ده هو أعظم فريق في ألمانيا. كويس، بس أي فريق في الدنيا، وأنا هديك مثال مقارنة ببرشلونة، برضو برشلونة في يوم من الأيام وفي فترة طويلة كان منظومة، بص دلوقتي اللي حصل، متكلم عن تغييرات مديرين فنيين وكومان وغيره وانتقادات لازعة و إلى آخره، بس ده ما حصلش مع بايرن ميونخ على مدار برضو سنوات طويلة. يعني أنا بحاول أقارن أسامي كبيرة. هقول لحضرتك برشلونة إيه مشكلة دلوقتي؟ مشكلة برشلونة إدارية، مجلس الإدارة في مشاكل إدارية كبيرة، في مفيش فلوس، في لعبة مش الكبيرة، يعني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات غادر الفريق، لويس سواريز مهاجم من افضل المهاجمين في العالم غادر الفريق، غير ان العناصر كمان الفريق فيه ناس كبرت، فيه لسه شباب صغيرين طالعين ناشئين، فاعتقد ان برشلونه مشكلته اداريه مع برضه فنيا تغيير كومان دلوقتي، تشافي هرنانديز اسطوره برشلونه طبعا ومنتخب اسبانيا دلوقتي هو المدير الفني. انت شايف انها خطوه في توقيت سليم؟ يعني هي طبعا خطوه، حتى لو هي مش في توقيت سليم هي خطوه كانت لابد منها. ليه بقى؟ لان تشافي هرنانديز هو محبوب، اسطوره في النادي، مدرب شاب عنده طموح بيحب اللعيبه، اللعيبه هتحبه، هيدي قدام، بس لازم برضو يتعاقدوا مع اكتر من لعيب، لان لازم يدعموا فريقهم، لان برشلونه محتاج اكتر من لعيب، محتاج ان هم يصبروا على الفريق ده سنه او سنتين عشان يرجع تاني نشوف برشلونه بالقوه اللي كانت موجوده زمان، لكن ده مش هيحصل في وقت قليل، ده هياخد خطه بعيده. هو هياخد وقت طويل، لان كمان أكيد. التعويضات الخساره الماديه اللي أكيد. عندهم يعني لا تقدر حاليا، وفكره استعادتها مره ثانيه والرعاء اللي راحوا بعد رحيل ميسي، حاجه ما هياش سهله فعلا ابدا طبعاً. طب هل انا ارجع الوم فيها برضو المدير الفني؟ يعني هل انا اقدر احمل كومان كل الاخطاء دي او كل المصايب دي، اجي اقول انا محتاج ان انا اغيره؟ انا بحاول افهم، يعني ناخد منك عشان الاراء المختلفه المطروحه حاليا. هو اكيد طبعا مشكله برشلونه زي ما حضرتك، النسبه الاكبر اداريا وممكن جزء صغير منها فنيا، يعني ممكن نقول ان كومان يتحمل جزء طبعا في تشكيلته، في خطته، في مع اللعيبه، لكن برشلونه صوف يوم من الايام كان رائع جدا. طبعا يعني كومان مدرب كبير ومدرب منتخب هولندا بالزبط. وعمل انجازات كبيره جدا في مشواره التدريبي، لكن احنا بنتكلم على مشكله فنيه واداريه بحته، فلما فيش لعيبه كويسه لسه، ما فيش برضو العناصر المهمه، التدعيمات القويه، كان ريال مدريد دلوقتي يعني لو هنقارن بقى بين برشلونه وريال مدريد في الدوري الاسباني، ريال مدريد مر بمرحله اللي هي تغير الاجيال او المديرين الفنيين، بس في نفس الوقت مش زيدان، جه انشيلوتي، في لعيبه، في منظومه، في ما فيش مشاكل اداريه، ريال مدريد يدفع اي مبلغ يجيب اي لعيب دلوقتي، برشلونه ما عندوش الحته دي دلوقتي، دي برده مشكله اداريه بحته، عشان كده بقول لحضرتك لو هنقارن حضرتك بتقولي بايرن ميونخ او برشلونه، لا بايرن ميونخ حتى لو غير مدير فني او غير لعيبه بس في منظومه اداريه ناجحه، برشلونه دلوقتي في يعني بنقول فشل اداري. حتى في ناس بتهاجم الاداره دلوقتي، فهو ده دي المشكله، مش مشكله فنيا بس. تمام جدا، بس انا هل تعتقد يعني او انت مع الراي ده ان برشلونه يعني خسر خساره عمره برحيل ميسي؟ لان الراجل برده كان معاهم لاخر يعني حاجه يقدر يقدمها، قال لك ماشي اخصم، ماشي قلل في المرتب، يعني كان برده مستعد انه يقدم تضحياته، كانت واضحه للجميع، يعني حتى البعض شكك ايه ده، معقوله يكون ده نيته؟ لا، بس هي دي فعلا كانت نيته وكانت واضحه، ولكن برده ده لم يحدث. برشلونه خسر ميسي، خسر افضل لاعب في العالم، خسر اسطوره في كره القدم، طبعا ده اثر طبعا نفسيا وفنيا على اللعيبه، طبعا برشلونه وجماهيريا بشكل كبير جدا، على مش على بس على برشلونه، على الدوري الاسباني نفسه. يعني رحيل رونالدو من الدوري الاسباني وبعد كده رحيل ميسي افقد الدوري الاسباني باريكو، دي حاجه صحيح. ما فيهاش جدال، انا بتفق معاك. بص هنرجع تاني، بس خلينا نروح للدوري الايطالي والمباراه امبارح برضو مع الانتر والميلان، قريت ازاي الماتش؟ ديربي الغضب، واحد من اشهر ديربيات اللي في العالم. حلو ديربي الغضب ده. طبعا هو اشهر ديربيات في العالم، ديربي الغضب، يمكن العالم كله بينتظره زي برضو كلاسيكو بين برشلونه وريال مدريد. يمكن امبارح المباراه انتهت 1-1 وكان فيها اثاره كبيره، يمكن ميلان السنه دي شويه احسن من انتر ميلان، هو متصدر الدوري الايطالي مناصفه مع نابولي نفس الرصيد من النقاط. ميلان برضو بيمر بمرحلة انتعاشة كروية شوية بعد سنين شوية من الغياب، سواء محليا أو عالميا في إيطاليا أو في أوروبا، لكن ميلان السنة دي كويس، أنا شايف إن ميلان السنة دي هينافس على الدوري، وبنسبة يعني ممكن أقول بنسبة 50% هينافس مع نابولي على الدوري الإيطالي السنة دي، وميلان بدأ يرجع كمان لدوري أبطال أوروبا ودي حاجة كويسة، فأنا شايف إن السنة دي الدوري الإيطالي هو منافسة ثنائية بين نابولي وبين ميلان،
وطبعا ناديه الديربي امبارح ما قصرتش قوي في الترتيب، لكن ميلان السنه دي شكل جديد، منافسه قويه مع نابولي، انتر ميلان هو اللي تراجع شويه عن المواسم اللي فاتت. كويس جدا. سريعا برضو انا بروح معاك للاداء وبعد كده هنخش الحاجات او فنيات تفاصيل اكتر. لو هنروح لدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان تحديدا، والسؤال الاشهر لان ما زال هذا الامر متواجد، يعني ما فيش تحسن، ما فيش تغيير على الارض. تاني عندك نجوم عظيمه جدا، اسامي مش معقوله بمبالغ رهيبه، ولكن اداء مش هو ده الاداء المتوقع زي ما حضرتك قلت. فعلا يمكن باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا هو المركز الثاني بعد السيتي في مجموعته، طبعا ده مش متوقع خالص. في الدوري الفرنسي هو الاول واكيد هياخد الدوري الفرنسي، دي حاجه ما فيهاش جدال، زي بايرن ميونخ في المانيا. لكن لو هنتكلم على باريس سان جيرمان، عنده مشكله كبيره جدا، تخمه النجوم في الفريق، مع ان عنده اكتر، يعني هو فعلا اكتر فريق في العالم عنده نجوم. احنا قلنا خلاص بقى، ما فريق مفيش منافسه. بالظبط، السكور هيبقى حاجه هاي سكور في اي ماتش. فريق فيه ميسي ومبابي ودي ماريا واكتر وسيرجيو راموس ودونا روما واشرف حكيمي وفينالدو، فريق فيه كل النجوم اللي ممكن يعني نختارهم في العالم، لكن مشكله النتائج فيها تارجح. ما زال النتائج غريبه، حتى اداريا هم مش عندهمش مشاكل اداريه، يعني ناصر الخليفي يعني مكفي النادي وزياده، يعني صرف ومكلف وزياده، جايب ميسي في الدوري الفرنسي. فاعتقد ان باريس سان جيرمان مشكلته فنيه، مدرب زي ماوريسيو بوكيتينو الارجنتيني طبعا هو عنده مشكله شويه في مع التعامل مع النجوم، وفي نفس الوقت فنيا لسه برده ما خدش على الفريق، لسه ما عرفش يتعامل مع الفريق، وبعدين كتره النجوم بيبقى فيه مشاكل، ده طبيعي في اي فريق. بس هو ضغط على المدير الفني بشكل اصلا صعب جدا، ان انت تقدر تسيطر على نجوم زي كده. البعض كان حتى بينتقد، او يعني تعليقات كانت محطوطه، ان ميسي اصلا ما بيسمعلوش. حضرتك لو خدت بالك ان اول ما ميسي جه واول ماتش او ثاني ماتش لعبه حصل مشكله، ان هو طلعه في نص الماتش وكان بيتكلم معاه بطريقه، وكانت طبعا كانت لقطه اثرت الجدل عالميا. صحيح. وده برده بيبين ان التعامل مع النجوم في مشكله هنا مع بوكيتينو مع لعيبه باريس سان جيرمان. فانا اعتقد ان بوكيتينو بالمستوى ده او بالاداء ده ما اعتقدش ان هو ممكن يكمل مع باريس سان جيرمان. دي نقطه مهمه. خلينا بس نروح فاصل الاذان سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. رحب بحضراتكم، وخلاص دي او ده كان الفاصل الاخير، هنكمل موضوعنا وكلامنا عن الدوريات الاوروبيه مع ضيفنا علي البحيري الناقد الرياضي. وخلينا بقى نروح لنقطتين مهمين جدا. طبعا عايز ابدا بدوري ابطال اوروبا ومين المرشح ليها، والنقطة الثانية وحاسب لك بقى الإجابة، فكرة هنا البالون دور، وهل ممكن نشوف ابننا صلاح ولا الموضوع شوية فيه صعوبة؟ بنتكلم عن ميسي لأن الموضوع بيقاس به زي ما كنا بنتكلم العام أو الموسم اللي فات، ومش بس فكرة إحراز ليه يعني جوال لا أو سكورز يعني، لا كمان بطولات. فأعتقد ميسي ممكن يكون في الحالة دي الكفة ليه أكتر، يعني خلينا نعرف منك. هبدا من اخر حته، ممكن ابدا بالبالون دور. يمكن هي الحفله طبعا في باريس نهايه الشهر 29. محمد صلاح كلنا نتمنى ان هو يحقق الجائزه طبعا كثاني لاعب افريقي في التاريخ بعد الليبيري جورج ويا، هو الوحيد الافريقي اللي هو رئيس ليبيريا دلوقتي، هو الوحيد اللي توج بالجائزه. يمكن محمد صلاح حقق كل حاجه ممكنه وغير ممكنه الموسم اللي فات، على مستوى الاهداف، على مستوى صناعه الاهداف، على مستوى النتائج، على مستوى المهاره، الاخلاق، كل حاجه. يمكن على مستوى البطولات دي المشكله، دي النقطه فعلا. ليفربول السنه اللي فاتت ما حققش حاجه. على الجانب الاخر ليونيل ميسي المتوج بالكره الذهبيه 6 مرات، واخد مع برشلونه كاس السوبر الاسباني، هداف السوبر الاسباني، هداف في اسبانيا، في نفس الوقت واخد لقب كوبا امريكا مع منتخب الارجنتين، لقب قاري، وهو كمان احسن لاعب في البطوله وهداف البطوله. فدي في نفس الوقت بتديله افضليه كبيره جدا عن محمد صلاح وعن اللعيبه التانيين المرشحين للجائزه. الجائزه بتتحسب ازاي؟ هي بتبقى تصويت من صحفيين من دول العالم، مدربين من دول العالم، كباتن الفرق في دول العالم. في نفس الوقت الجائزه بيخش فيها بعض الجزء اللي هو الرعاه، في نفس الوقت الاخلاق، المهاره، البطولات. فهي هي كوكتيل كده، حاجات هي اللي بتحسم الجائزه، مش بس الاهداف او الاسيستات. محمد صلاح كلنا نتمنى وهو يستحق ان هو يتوج بالكره الذهبيه، لكن على مستوى الموسم اللي فات انا اعتقد ان ميسي بالبطولات اللي حققها هو الاوفر حظا للتتويج بالجائزه. ممكن الموسم ده السنه، يعني السنه الجايه، محمد صلاح باللي حققه دلوقتي لو حقق بطولات مع ليفربول او مع منتخب ربما مصر الحظ كاس يعني الامم الافريقيه، ممكن نشوف محمد صلاح السنه اللي جايه ان شاء الله بينافس على الجائزه. وبرده ما ننساش ان السنه دي في جائزه الفيفا ذا بيست، دي محمد صلاح ممكن يتوج بيها، دي برده مش نفس المعايير بتاعت البالون دور، فممكن نشوف محمد صلاح بيتوج بيها، وهتبقى حاجه كبيره جدا وفخر كبير جدا للكره المصريه والعربيه. ده بالنسبه للبالون دور. لو هنتكلم على دوري ابطال اوروبا،
دوري ابطال اوروبا هو اقوى بطوله اوروبيه في العالم، يعني حاجه كبيره جدا على مستوى الانديه. طبعا يمكن السنه اللي فاتت تشيلسي هو حامل اللقب مع مدربه الالماني توماس توخيل، السنه دي انا بشوف ان تشيلسي برده لسه محافظ على هيمنته وفريق قوي جدا، لكن ما ننساش ان في فرق هتنافس. انا ما اقدرش اقول ان السيتي مش هينافس، ما اقدرش اقول ان باريس. يعني انت بتتوقع تشيلسي؟ انا بتوقع ان تشيلسي هو دلوقتي هو الاوفر حظا، لكن انا ممكن اقول ان في منافسه في دوري اوروبا غير زي ممكن اقول باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اكيد مش باريس سان جيرمان واصل، هو المفروض يعني هو المفروض طبعا، واكيد ده هدف باريس سان جيرمان وناصر الخليفي وميسي ان يروح باريس سان جيرمان ان هم ياخدوا دوري اوروبا. مش هنسى برضو ان بايرن ميونخ مرشح برضو قوي على البطوله. لسه كنت عايز اسالك، والبايرن اخباره ايه؟ لا طبعا بايرن ميونخ اكيد برضو مرشح مع مدربه توماس فليك، يمكن مدرب قوي جدا، هو فريق قوي بايرن ميونخ، كوكتيل برضو فريق وفي نجوم. فاعتقد ان بايرن ميونخ تشيلسي باريس سان جيرمان الثلاثي ده هو اللي هينافس السنه دي على دوري ابطال اوروبا، وطبعا هي بطوله كبيره، لكن في نفس الوقت المحلي غير العالمي، يعني بتلعب في الدوري بتاعك غير لما بتلعب في اوروبا مع فرقه ثانيه من دول مختلفه او من قارات مختلفه، يعني من دول مختلفه اوروبيه، فالموضوع اكيد صعب. تمام كده. ممكن اختم معاك بالسؤال الخاص بفكره هنا الدوريات الاوروبيه، وشفنا التغييرات الكتيره جدا للمديرين الفنيين مؤخرا، هل انت مع ام ضد؟ يعني هل انت مع ان مثلا انا ممكن اكون ما حصلتش على او فريقي لم يحصد العديد من البطولات او خسر كذا ماتش ورا بعض وده مبرر ان انا يتم الاطاحه بيا كمدير فني، هل انت مع ام ضد؟ هي بتختلف اداريا. انا 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 كعلي لا، انا ممكن اقول لو مدير فني مش موفق في بعض الماتشات انا مش لازم اشيله. لو خسر بطولات ورا بعض وبدا يفقد تعاطف اوضه اللبس معاه، بدا يفقد السيطره مثلاً. الجمهور طبعا يفقد السيطره على اللعيبه، ده لازم يتغير طبعا، ما فيهاش كلام. لكن لو مدير فني الناس اللعيبه حباه وفي نفس الوقت هو فارض سيطره وعامل شكل للفريق بس النتائج مش مساعداه، ده لازم يتصبر عليه، بالذات لو مدير فني كويس او مدير فني عنده مجال تدريبي او عنده انجازات عامه، رصيده يسمح. طبعا رصيده يسمح بالظبط كده. لكن لو مدير فني فقد السيطره على اوضه اللبس، فقد السيطره على النتائج وعلى الجماهير كمان، والاداره كمان ما بقتش في صفه، طبيعي لازم يتغير، لان لازم التغيير يكون سريع. رائع جدا، انا بشكرك جدا يا علي، نورتنا عليك. وكانت قرايه حلوه جدا للدوريات الاوروبيه، وجيلنا تاني بقى خلاص ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، وبكره ان شاء الله حلقه جديده، انا وكريم هنكون مع حضراتكم 10 الصبح في الاهلي.